واقعة غريبة جدا. طبعا الناس اللي بتحجز الأراضي طبعا اللي هي متميزة والأكثر تميزا فوجئت اللي يعني وهي داخلة تحجز الموقع بتاع بنك التعمير والإسكان اتهكر، أو بالمعنى كده اللي في ناس كانت حاجزة ومعاها الاستمارات اللي هي داخلة تكمل باقي الحجز، فجأة كده لقيت الاستمارات ديت غير متاحة ومش عارفة تكمل حجزها ومش عارفة تعمل ايه. اتفاجئوا اللي فيه 25 قطعة في الأكثر تميزا اختفت من على سيستم البنك. وبعد كده طبعا اللي أكد الكلام ده ان البنك نفسه طلع بيان بيعلن فيه عن إغلاق الموقع الخاص بالبنك بسبب طبعا محاولة اختراق فاشلة، مش عارف فاشلة ازاي يعني فاشلة، و25 قطعة تم طبعا حجزها. امال لو كانت محاولة يعني ناجحة كان اللي هيتم يعني طبعا حاجة غريبة جدا وواقعة يعني لازم تحقيق فيها ولازم يشوفوا مين المسؤول عن القصة ديت، لأن الموضوع واضح إن في موضوع كبير قوي في قصة حجز الأراضي والشقق. وطبعا شفنا في كذا إعلان الناس اللي بتحجز خاصة على الإنترنت اللي في مافيا وفي عصابات كده بتخش بتاخد الشقق والأراضي وقطع الأراضي من الناس فجأة كده، بعد ما يبقى حاجز ومكمل كل الإجراءات تلاقي فجأة الاستمارة بتاعتك بيقول لك يعني مش هينفع ان انت تحجز القطع ديت، او هي غير متاحة، او الموقع بيقفل لك الصفحة بتاعتك بدون سابق انذار. الناس طبعا هتتجنن يعني زي موقع حكومي كبير وناس بتحجز من بره مصر ومن جوه مصر ويحصل فيه زي كده، يعني تأمين المواقع دي بيبقى ازاي، وازاي الناس مين اللي بيدير الموقع ده ومين المسؤول عن حاجة زي كده، يعني الناس تروح تشتكي لمين؟ يعني الناس دلوقتي تايهة بين البنك التعمير والإسكان وبين طبعا وزارة الإسكان وبين الأجهزة الرقابية، مش عارفة تعمل إيه. الناس بتصور الحاجات اللي بتجيلها على الموبايل أو الرسائل على الإيميلات، وفي الآخر الناس بتقولك أنا متأكد 100% خلاص كده راح الحجز عليا، أو راح طبعا فرصتي اللي أنا أحجز في الإعلان ده. فمش عارف الناس مين المسؤول أو مين اللي يقدر يحل القصة ديت، ومين اللي ياخد موقف سريع يعوض الناس اللي خسرت الحاجات دي، ويشوف. والمشكلة الأكبر شوف مين اللي بيستفاد من القطع الأراضي ديت، ومين اللي بيدخل على سيستم الدولة ويعرف أو يقدر يغير نتيجة أو يحول حجز من شخص إلى شخص آخر. والموضوع لازم واقفة ولازم الناس اللي هي حجزت ما تسكتش، لأن الموضوع فعلا موضوع كبير جدا. هنشوف الفترة الجاية البنك ايه اللي هيتم، هل هيقدر يعوض الناس اللي هي حجزت ديت، ولا هيفتح لهم وقت معين ويرجع لهم الأراضي اللي هي كانوا حاجزينها. عموما هنستنى وهنشوف. شكرا لكم والسلام عليكم.